اهلا اهلا اهلا. او ماي جاد هذا الفيديو قديش متحمسه عليه. او ماي جاد مو قادرين تتخيلوا، صار لي سنين بدي اسويه ومش عارفه كيف اسويه واخيرا عرفت كيف. كثير متحمسه عليه. سو اليوم بالفيديو راح نسوي تحليل دي ان اي لإلي عشان اعرف اصولي وجذوري من اي بلد بالضبط. طبعا كلنا عارفين انه شهد فلسطينيه اردنيه، بس اكيد اكيد في خليط، يعني عارفين نادر جدا لما تلاقوا شخص مثلا نقول مثلا هو صيني واجداده وعيلته كلهم 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 صينيين بيور. اكيد لازم تلاقوا هيك في خليط، مثلا امريكي دخل بالنص، هيك فرنسي دخل بالنص. كثير متحمسه، راح نسوي التحليل هذا. طبعا انا اليوم راح اتصل بالمستشفى قدامكم، بس اكيد ما راح يطلع نتيجه التحليل اليوم، يعني انا بس راح اسوي الكول معكم هلا عشان بس يبعثوا لي يعني التحليل ونسويه، وهيك كله كله راح اكون معكم على الخط. فبسم الله الرحمن الرحيم يا رب. اوكي هيا. مكتوب انه يمكنك اكتشاف هوية الحمض النووي الوراثي الخاص بك وتحديد منشأ اسلافك باستخدام اختبار فحص الاصول عن طريق الجينات بالطرق الحديثة. او ماي جاد. مكتوب كمان انه بنتبع مسارات هجرة اسلافنا وبنكتشف اصولنا العرقية، وكمان ممكن انه هو يخبرنا الجوانب الجينية لاسلافك القدماء يعني اجدادي، وسوف تكون قادرا على معرفة المناطق الجغرافية المختلفة حول العالم التي هاجر اليها اسلافك. يبوي. وهذا الفحص ممكن انه يخبرنا من 5 لـ100 جيل او اكثر من قبلنا. النتائج ممكن انه هي تاخذ من 4 لـ6 اسابيع. المكالمة سوف تكون مسجلة لغرض التدريب وضمان الجودة. لو سمحت كنت بدي اسال عن عن موضوع ال DNA testing تبع الانسستري. لا. اوكي عندكم اياه موجود متوفر؟ ايه نعم اختي عندنا. سؤالي انه هو مش عن طريقهم هم دايركتلي، لازم انه هم يتواصلوا معي، يعني اعطيهم رقمي وهم يتواصلوا معي، فراح استنى تواصلهم وراح استنى عاد لحد ما تجيني العينه وراح اخبركم. فيلا اشوفكم بعدين. اوكي يا جماعه واخيرا وصلني، هذا هو الفحص. المفروض انه انا اسوي الفحص هلا، المندوب برا عند الباب قاعد عم يستناني. الفحص بس بياخذ 5 دقائق، فخليني افتح وافرجيكم اياه. صراحه انا جدا متحمسه. اوكي سو هاي هي الكيت، هاي هي العلبه اللي نحن رح نسوي فيها الفحص، وهذا هو التعليمات. شوف انه نحن بس نخلص لازم نسكرها. سو التست رح يكون هو عبارة عن انه نحنا رح نجمع عينة من اللعاب ورح نبعتها على المختبر، ووقتها هما بيحللولنا وبتيجي النتيجة بعد 4 لـ6 اسابيع. سو هاي هي التعليمات، خليني اخلصها بسرعة واعطيه العلبة. اوكي هيك صارت العينة موجودة، حطيتها جوا وسكرت عليها بكيس المواد الحيوية هاد. هلأ رح ارجعها في البوكس واسكرها بالستيكر. سو هلأ خلصت من العينة وسكرت البوكس في هذا الستيكر وهذا الستيكر، هلا هو سيلد عشان ما حد يقدر يفتحه ابدا. كثير متحمسه انه انا اشوف النتيجه، صراحه جد حابه اعرف انا اصولي من وين. خليني اوديه هلا عند المندوب لانه هو قاعد عم يستنى برا، فرح اجيكم ان شاء الله اول ما تطلع النتيجه، المفروض من 4 لـ6 اسابيع. فيلا سي يو عاد. اوكي بنات، اولا رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. طلعت النتيجة برمضان، امبارح طلعت النتيجة، بس امبارح انا كنت جدا تعبانة وما كنت قادرة انه انا اقوم من التخت انه انا اصور، خلص عارفين كسل تعب. فاليوم انا كثير متحمسة انه انا افتح الايميل واشوفه، بس انا ما بعرف شو النتيجة، ما بعرف اي شيء عنه، هلا راح ننصدم مع بعض. يا رب خير. ما بعرف ليه بس انا حاسه انه انا كثير متحمسه. ما بعرف كيف امبارح مرق علي انه انا الفضول كان رح يموتني انه انا افتح النتيجه واشوف الايميل اشوف انا من وين يا جماعه، اجدادي من وين. بس خلاص يلا خلينا نفتحه هلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بنا. يا ماما. اوكي اوكي طلعت النتيجه. النتيجه هم اخذوها مني يوم 10/3 ووصلتني يوم 3/4، يعني ما كملت حتى شهر، منيح كتير. اوكي هلا خلينا نشوف الاثنيسيتي سامري، او خلينا نشوف انا اصولي من وين بشكل مختصر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، بنات انا تونسيه طلعت. او ماي جاد، بتعرفوا انه اقل نسبه طلعت فلسطين اللي هي دولتي، أقل نسبة. دقيقة لحظة شوي لحظة شوي لحظة شوي. Oh my god يا بنات أنا طلعت من تونس. لا يا عيشك يا عيشك. واو واو
اوكي بنات، انا مصدومة حاليا، صدمة عمري وصدمة حياتي. انا ما كنت متوقعة ابدا النتيجة. طلعت انا غالبا اصولي تونسية. طبعا انا كتير مصدومة، اكيد طبعا يشرفني انه انا اصولي من تونس، بس بنات ما كنت متوقعة ابدا ابدا، يعني ما كنت متوقعة انه نحن رح نكون فينا اصول من قارة افريقيا. انا اصلا شايفة انه كل النسب من افريقيا يدوب اخر نسبة بس اللي هي من دولتي فلسطين. خليني احكي لكم النسب. اول شغلة، في انا اكبر نسبة اللي هي من مدينة مهدية في تونس. انا اسفه لو بنطق الاسماء السيتيز غلط، لانه انا عن جد ما بعرف يعني، بس لازم اعرف. فتخيلوا اكبر نسبه 43% انا من مدينه مهديه في تونس. عندنا النسبه اللي بعدها على طول 24% من مدينه قيروان بتونس. النسبه اللي بعدها 9% من مدينه نبر بتونس، ان شاء الله انطقها صح. 7% من سوسه، ان شاء الله انطقها صح، بتونس. 6% من قرقنة هيك مكتوبة، من تونس كمان. عنا عاد 3% نسبة من يهود اليمن، وعنا 2% نسبة من يهود رومانيا. طبعا أنا ما في عندي أي مشكلة مع الديانات السماوية كلياتها، بالعكس أنا بحبهم كلياتهم. أنا مشكلتي مع شغلة واحدة بس، I think كلياتنا عارفينها، بس اليهود اللي معانا مع قضيتنا ما في بيني وبينهم أي مشاكل. So okay. 2% أنا من ليبيا، واو. 1% من سمار تونس الجنوبية، وفي عنا 1% من كسرى كمان تونس. وآخر نسبة يا بنات، آخر نسبة اللي هي 1% فلسطينيين، فلسطينية، اللي هو المفروض إنه أنا جنسيتي فلسطينية. فعارفين اللي هو حياتي كلها كانت كذبة. تخيلوا يعني أنا أصولي أو غالبية أصولي وجدودي وين هاجروا وين راحوا من وين كانوا، كانت كلها بأفريقيا، غالبا بتونس. كتير حبيت النتيجة وكتير حبيت التست، انه هو فعلا عرفني اكتر عن انا اصولي. فبصراحة هذا الشيء يعني كتير اشعرت، فاهمين، انه شيء حلو انه انتوا تعرفوا انتوا فعلا اصولكم من وين، اجدادكم وين هاجروا، شو اللي صار معاهم. واو بصراحة انتوا بتعرفوا قديش انا فعلا 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 مصدومة، وفعلا نفس الوقت مبسوطة، يعني فاهمين. ما بعرف بس انا حاسة انه انا بدي امسك الريبورت هذا افصفصه واعرف كل شي فيه، وكتير متحمسة ان انا اعرف اكتر شو اللي صار مع اجدادي وعائلتي القديمة. يعني انا كل شي كوم، وصدمتي انه انا اصلا من فلسطين وطلعت فلسطين هي النسبة الاقل، تخيلوا يعني، سبحان الله. بس والله يعني قولوا لي عاد انت شو كنتوا متوقعين انا اصولي تطلع من وين. انا ابدا 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 ما كنت متوقعه ولا 1% انه انا اصولي تطلع من تونس. ومع انه انا الي كل الشرف، انا كتير بحبكم يا اهل تونس، طلعنا مع بعض اهل. بس والله يعيشكم برشا، بحبكم قد الدنيا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسوي لي لايك وسبسكرايب وكومنت، وبس يلا باي.